التحفظ على 3720 عبوة محلول معالجة الجفاف ميتاهيدرال دوت ولا ايه، معرفش اسمه ايه، معرفش دي شركة ولا ايه، مالناش دعوة بيها. هو متحفظه على 3000، عندنا حد من وزارة الصحة كويس او الدكتور حسام عبد الغفار. دكتور حسام، استاذ محمود ازاي حضرتك؟ مساء الفل يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ايه حكاية محلول معالجة الجفاف؟ امبارح كان الدكتور عادل ربنا يديله الصحة، عادل عدوي وزير الصحة، كان عامل مؤتمر صحفي وقال يعني دي بتحصل في كل حتة، فبقى يعني محلول معالجة الجفاف ايه ايه الحكاية؟ 3720 عبوة، وبعدين تصريح من السيدة إيناس منتصر مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ايه بقى الحكاية دي يا أستاذ الدكتور؟ يعني هو يوم 25/7 بعد ما خدنا او طلعت النتائج الاوليه للعينات اللي خدناها من بني سويف وطلع ان في تشغيله معينه غير مطابقه للمواصفات. صدر قرار الوزير بالتحفظ على كل عينات الشركه، خصوصا بعد ما رحنا المصنع وصدر قرار بغلق المصنع. طب سيادتك ليه ما صرحتوش باسم الشركه؟ عشان انا رايح الاجزخان ما اشتريش الدواء دوت. لا صرحنا يا فندم، احنا قلنا في البيان حتى المتحدون فارما يا فندم. المتحدون فارما والمصنع اتقفل وطلعنا ده في البيان. كويس جدا. ده الكلام ده كان يوم 26/7. طيب في احتمال ان يكون في مصانع تانية فيها مشاكل ولا مش متاكدين؟ لا مفيش فيها مشاكل، انا بس عايز اقول حاجه عن الخبر ده. لا استنى دكتور حسام بس بالراحه. انت متاكد ان مفيش يعني عملتوا تحاليل لكل الشركات التانيه ولا احنا ان شاء الله مفيش؟ كويس يعني ما لا احنا يا فندم عملنا بعد ده اداره الصيدله نزلت كثفت التفتيش على المصانع والشركات والصيدليات للتاكد من مطابقات التشغيل للعينات. طيب او الموافقات اللي حصلت. طيب امال ايه بقى ال 3720 اللي بتقول؟ طيب هقول لحضرتك، اسمع من سيادتك، هكمل. اتفضل يا فندم. فال 3720 دول مش التشغيله اساسا اللي كان فيها مشكله، لكن دي هي المنتج بتاع الشركه، الشركه بتنتج مجموعه من التشغيلات. احنا سحبنا كل المنتج سواء التشغيله اللي فيها مشكله او التشغيله اللي ما فيهاش مشكله لحين انتهاء التحقيقات من في الموضوع ده في النيابه. كويس. الكلام ده حصل امتى؟ يوم 26/27. انا بس عايز اقول لحضرتك ان الخبر منشور دلوقتي لكن واقعته حصلت يوم 26/27. ثاني حاجه الخبر كويس. بس في حاجتين اتجمعوا على بعض. طيب يعني دلوقتي احنا ناخد من حضرتك، احنا بنثق في كل مسؤولينا حتى اشعار اخر، فبنقول انه على مسؤوليه سيادتك وعلى مسؤوليه الدكتور عادل عدوي ان مفيش محلول معالجه جفاف حاليا يوجد بالاسواق في اي شبهه، هل تصرح بذلك؟ نعم يا فندم. بارك الله فيك يا دكتور حسام. شكرا دكتور حسام عبد الغفار. الان احنا نناقش مع المسؤولين. المعارضه القاسيه مش مطلوبه دلوقتي، لان كل مسؤول موجود في البلد دي ربنا يكون في عونه، لانه حتى لما بيصدر قرار بيبقى في صعوبه في تطبيقه، الناس عندها شويه تفاصيل، والناس كمان تعبانه ومرهقه ومتعذبه، وكمان في حر، وكمان الدوله مش عايزه توقف الناس اثناء الحر تقول لهم ما تشتغلوش الساعتين السخنين دول من 12 للساعه 3، مش عارف ايه، خايفين مثلا عاملين حساب القطاع الخاص لا يزعل يدفع فلوس شويه، انما القطاع الخاص يكسب. يكسب كام؟ محدش يقول. يعني مسموح له يكسب لغاية كام في المية؟ محدش يقول. زي ما هو عايز. للتجارة مش كده. التجارة كويسة بس في حاجة اسمها دولة بترعى شؤون الناس. كل الناس. حاضر هنقفل. قول اتفضل. طيب نعم.
طيب حاضر، عشان احنا ما عندناش فواصل عشان احنا موقفين الاعلانات، بس عايز اقول ايه بقى لكل الناس، الدولة تعمل لكل الناس. سيادنا في حاجة اسمها في العالم اسمها هامش ربح، مش ممكن انا اجيب القلم ده من بره ب30 جنيه وبيعه ب400. يبقى هنا الدولة عندها مشكلة. ازاي؟ يقولك تجارة. لا يا حبيبي مش تجارة، لا لا، سيبك من القلم ده ضروري ولا مش ضروري، معلش سلع الكماليات بيجيبوها ماشي، في ناس عندنا ربنا فتح عليهم واشتروا، بس الهامش الربح، ليه هامش الربح لازم يكون محدود؟ عشان كل ما بيزيد كل ما بيتعسر. مين مين اللي بيتعسر؟ اللي عنده فلوس طبعا. لا لا، لان عارف اللي عنده فلوس بيبقى تجيبه من بره ب30 جنيه. شوف الدنيا، اللي عنده فلوس يبقى تجيبه من بره، يجي له بتاع في الدي اتش ال والحاجات، حاجات غريبه بتحصل دلوقتي في بلدنا، اشتروا حاجات من بره تيجي على طول في لغايه البيت، تجي لك ارخص من مصر 100 مره، انما الغلبان يشتريه بسعر كبير وبسعر كبير وبسعر كبير. يعني احنا قلنا يعني يا رب يا رب يا رب الدوله تاخد قرارات يعني ثوريه، زي ما بتاخد قرارات ثوريه لصالح الناس. ما فيش حد ينفع يكسب 700% في، اتصدق فيه 600%؟ يعني ايه يعني ايه يعني ايه؟ مين ده؟ يعني انا كنت بتناقش مع احد اصدقائي النهارده وقال لي ان مكسبه ربنا يديله، هو رجل صالح ورائع، 800%. تصدق يعني لو 100 جنيه يكسبوا 80 جنيه، مش كده ولا ايه؟ مش كده يبقى مظبوط اللي انا بقوله ده؟ اه يعني لو مليون جنيه، مليون جنيه، خلينا في المليون، ما بيكلموش غير بالمليون، يكسبوا في السنة 800,000. انت لو اعطيتهم في البنك تاخد 70-80 كده، 80 يبقى انا غلطان، 80%، 800,000. المليون بعد سنة يبقوا 800,000، ربنا يديله ويساعده. بس ده ما ينفعش لان احنا عندنا دولة. لا انا اسف، انا قلت 80 ب 800%، انا ما بعرفش، ما بفهمش في الارقام دي، انما 80%، يعني يحط مليون يكسب، يكسب زي ما عايزه ربنا يديله، وهو رجل يعني فاضل وعزيز وفوق راسي وبحبه جدا جدا، لكن هو ملوش ذنب. زي ما قال لنا الاستاذ احمد هيكل، هنا المهندس احمد هيكل، الدكتور احمد هيكل، قال لنا ايه؟ قال لي انا عملت ثروتي ربنا يديله ويزيده من اخطاء القانون، وقالها بمنتهى الشجاعه وانا احترمته وقدرته جدا، قال لي القانون غلط، فانا استفدت من القانون غلط، ما عملتش حاجه حرام ولا غلط. هتفضل القوانين دي تحكم الناس؟ تفضل المسائل بلا حساب كده؟ صاحب المحل يحط السعر اللي هو عايزه؟ يعني دكتور عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصاديه، رجل يعني ربنا يزيده علما وثقافه وافكارا، هيكلمنا عن قانون الخدمه المدنيه. صحيح زميل الخيري رمضان عمل حلقه رائعه وزمايل كتير ناقشوا الموضوع، لكن احنا كمان نناقش ونتكلم ونشوف. احنا هنسمع النهارده ان شاء الله الدكتور عبد الخالق فاروق يشرح وجهه النظر التي تنتقد بعض يعني القانون، بعض يعني مواد القانون، ثم ان شاء الله يكون الاسبوع الجاي معانا حد يقول وجهه نظر الاخرى.